السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، صباح الخير. مساء الخير أينما كنتم. الرحمة والمغفرة لكل الشهداء وأجل الشفاء لكل جرحى، ورب في كل أسير وكل مفقودين يرجو إلى أهلهم سالمين رب العالمين. اللهم أحفظ السودان. أرجع لكم بفيديو جديد مع راكس إبراهيم. يتكلم كلام كثير، يتكلم عن حكومة جديدة، يتكلم متوقع من البرهان، يتكلم عن معارك بتاع الشجرة كانت عنيفة جدا، وموقع المهندسين، يعني كلام كثير. فاركم نحضر التنبادات لنلاقي معكم. طيب، مساء الانتصارات، مساء البطولات، سلام الله عليكم جميعا اينما كنتم. كالعادة لايك ثم مشاركة وتعال راجع للفيديو. طيب، انا طبعا مشغولين بالموضوع بتاع البرهان. طلع اتفقد المواجهات، وطلع فات عطبرة، وطلع فات بورسودان، وده شغله وده حقه يا اخوانا، شغله وده حقه، دي طبيعة عمله. طيب، الناس يعني خايفين من انه زول ده يمشي هناك ويقعد يفاوض وكل الحاجة اللي حصلت دي تروح شمال في ملقا. ده ما بيحصل، برهان عارف كده كويس، وان حصل يسوق الكباشي، والكباشي لو اصلا شاهد في اتجاه البرهان يركب ياسر. وين المشكلة؟ ياسر يسوق طوالي والله العظيم، ويا حبذا لو ساق وضع العطا ده، كده الجنج تاني حيدخله في فتيل ليوم الدين ما يمرق منه. لكن اخواننا نحن لحد الان ما ندخل في تفاصيل وحاجات ما بتعنينا. انا بس اوضح لك انه الشغله دي ما واقفه على البرهان، ولا يملك حق التفاوض مع الجنجة، ما بيملكه. شغلات مترتبة على حقوق حقت ناس قلعوا شقوا عمرهم، نساء مغتصبا، يعني حقوق بتاع الناس، يعني يمشي كده فجأة كده تاني جبنا لنا ناس قاف سين دال دل، قاف دال سين دل، تاني يجونا بكاكيب ده ويجونا بتفاصيلهم دي. وين الكلام ده؟ وشايف في اعلامهم قال دايرين وقفة نار طويلة الامد. قول واي على قلة، قول واي ينجويدي، دي كلها بس المدرعات دي خلتكم تهضربوا كده. ان احنا كمان دايرين بل مستمر ما عنده امد ذاته، الى ان شنو؟ انتهوا الجنجة ديل. اصلا ده انا عملنا جنجة في الدوزة من الاخر كده، جنجة في الدوزة ما دايرين دمج وجشوع، ما ينفع. انت مخالف شروط الدمج، في بنود بتقول، في شروط بيقول يجب ان يكون سودانيا، ما سوداني انت، ما ندر حتى سوداني منكم ذات من الحرب تنتهي. لو حتى شفت العاونوكم ذاته يتحاكموا، السودانيين اللي جواكم ذات البقود سلاح برضه يتحاكم، لان الخيانه بتاعت بلد. شرط قال لك يجب ان يكون سودانيين، ده الشرط ده ما موجود. قال لك ان لا يكون قد ادين بعمل اجرامي كذب وثقت جرائمكم، ده من فضل الاعتصام، جرائم دارفور فضل الاعتصام، بالاضافه للشغل بتاع الخرطوم ده اللي يشهد على العالم كله ما في حاجه ما عملتوها، اعتصابات بالجمله. فما في حاجة اسمها تفاوض مع جنجة، ولا في حاجة اسمها برهان يملك حق التفاوض. الناس ما تتسبق الأحداث يا إخواننا. متوقع حكومة بتاعت تصريف أعمال بس، ده المتوقع. فما نستعجل يا إخواننا، نحن لحد الآن دايرين القيادة تمشي كده. برهان معانا في بلد جنجة والله حبابه قدام ليوم القيامة. ده بلد جنجة ده شفته أصلا ذاته مقدرين انه الحرب دي حرب بتاعت مدن وصعبه، والجيش ما قصر فيه واشتغل فيه وشغل احترافي. نحن كله طالبين انك تستمر في البلبس ده الدايرين. طلعت انت وكباش من اول يوم قلتوا نازل وفصيل اتمرد على الهناية، وطلعنا قلنا خلاص قدام. انا ما نعرف حاجه اسمها ضغوط، وفي زر ردغ للمجتمع الدولي ده جاته عافيه، في زر ردغ للمجتمع الدولي ده ولا استمع لن جاته عافيه، والله غير تخش في فتيل ما يحصل اي حاجه. طيب، بالنسبه للموضوع بتاع المدرعات وده الشغل الشاغل ده الناس كلها
من تصحى المدرعات حصل فيه شنو يا اخوانا. المدرعات الجنجة طبعا الليلة خاضوا اكبر هجوم، اكبر من الهجوم بتاع اليوم الاول لابزاد، بمحاور متعددة حاشد الورام والقدام، جابوا الجنودان تجنيد قصر، جابوا المتهورين، جابوا الفكون من السجون، جابوا هجم على المدرعات، ركزوا على الاتجاه الشمالي والشرقي. والله كان ما حصل لي حاجة، تم بلوا مقسم بالله يسلم لا تحصل لا تعد. مدرعات دي اخواننا في اسود قاعدين جوا، وانا وريتك مدرعات دي ما بتسقط الا ببيع، ببيع ممكن، والجوا دي ما ببيعوا، لكن المدرعات ما بتسقط اطمن. البكيف اكتر الشغل بتاع المدفعية الاستراتيجية الدقيقة، اشتغلت في الرمالة كويس، في الجوز اشتغلت، في جبرة اشتغلت، في لاماب ناصر ولا بحر ابيض اشتغلت، في غزة في القدس في الحتات دي. والله بالملي اقسم بالله شغل الليلة بتاع المدفعية يحيرك. بالاضافة لنصر الجو، نصر الجو كالعادة طبعا اشتغلوا في كل العاصمة، انحاء العاصمة الليلة شغل، قلت لك فك البلف. انا اقسم بالله واحد من الطيارين دي مين الاحداث جات ما انبسط زي ده، قال لي كده يا ده الشغلة دي ماشي على حسن، لانه في فك بلف. انا قلت لك كباشي، كباشي ده زود الجرعة البلدة بس بمرقة البرهاني، بل زي البل. والحقيقة انا عارفة والله دي تعلمة البرهان ذات، انه يكثف المدفعية يعتمد على السلاح بتاع الطيارة. والبرهان ده عشان احنا يا اخواننا ما نتسبق، الزول ده قال انا لو قعدت مع الناس زي ما تسمعوا كلامي يلا معلاش يتمردوا علي، ده كلام خشم. عندك اي ضابط في المواجهات الزائرة ده بيقول لهم البرهان قال شنو للناس زي ده كلامه اللي قال. الطيران اشتغل شغل عنيف جدا جدا، اشتغل كذلك بري الصفا، اشتغل في الكويت المجاهدين جاردن سيتي، بالإضافة لأبو حمامة، خرطوم اثنين، السجانة، بالملي. ضف على ذلك الرياض، بالملي. ضف على ذلك في جغمة كده برضو جنوب المطار بتاع الخرطوم، جغمة من أمة، تم البل بنجاح. كذلك عندك أسود الكذب اشتغلوا شغل تقيل جدا جدا، قاموا برجع بعض العربات. يا اخوان انا الجنجة ترى ما عندهم عربات، العربات شغالة ما دي كلها حقة المواطنين، عشان كده احنا بنستخدم لك المصطلح بتاع ارجاع لانه ده حق المواطنين. واستلموا منهم برضو عدد من الجنجة، كذلك برضو تم البل بنجاح في مدرمان، والليلة عملوا تمثيلية بمصري جنجة بس حيلهم تمثيليات، قالوا بدي احداثيات للجيش عشان يضربوا. يعني الجيش والشغل بل الصح صح ده بديه مصري قاعد بديه احداثيات انه هنا كده ودقوا هنا ودقوا هنا، تو طاير لكم ولا الدرب رايح لكم. بالله ده شغل بتاع احداثيات، بديه زول من بيت جنجة صلبطوا في الزول ساقي بتاع القاسة دقوه وعمل بس. والله اقسم بالله اصلب من الناس زي المعرفة ما في اي حاجة. وقال الناس بقول لك انا محصرين المهندسين، الجيش جبال بطارد فين تسللات المربعات، ابو سعد هناك على سلاح المهندسين بالكلام ده وتسللات. يعني انت الليله بتيجي مثلا منطقه كده بظهروا لك بتقوم جاي سواقه كده بس. فتم بلهم كذلك ودحرهم برجع. كذلك القصف المدفع اشتغل شغل كويس جدا جدا على العرب، ابروف عندك الشرفيه، كذلك عندك الملازمين، شغل يسر البال. وقدام بس ونذكر يا اخواننا الناس ما تتعجل، موضوع بتاع برهان ده قال له الناس ما تبدا التخوين من هسه تشبك الناس ما عارف داك ومشي اطفال والكلام ده، لا لا ده شغل بتاع جدات بتاع جنجة. جنجة هم لانهم باكين ودارين التفاوض ده باي شكل من الاشكال، لكن البلد حيستمر كده بس الى ان يتم شفت بتر اخر جنجويت من البلد دي، وبعد ذاك نحتفل والدنيا ترجع دغريه. لك التحية يا إبراهيم، كلام جميل جدا يا أخوانا. الجنجويد ديل، الجنجويد ديل شمس قابلهم ساعة دارين يعملوا أي شيء في نهايتهم، فإصرارهم على المدرعات دي إن شاء الله دي يستنزف منهم كل قواتهم وقرب ينتهي. يعني الناس الأول من أول يوم لحد يوم أمس ده نازل الجغم، وجغم شديد خلاص في المدرعات ولسه مصرين.
فداك يكون مقبر حكم ان شاء الله. اما بموضوع تاني يا ابراهيم، الحريه والتغيير دي اليوم ده شغالين صراخ شديد مره واحد بتكوين الحكومه دي، لانه موضوع كده بترشك اذا كان كونه حكومه. فيومين دول كلهم بيتكلموا، كل يوم زول تاني بيتكلم لك الدنيا حياتكم. واخونا اي اجنبي قاعد في السودان ده بالذات ايام دي انت في خطر، لانه الجودة اذا كان مسقط داري يعمل تمثيل ياسر نفس التمثيل اللي بتاع مصري ده، انه قال برهان بيجيب ميليشيات من برا عشان دار الكلام اللي هم حقه داري يغطوه. فنازل انضغط شديد خلاص، زي ما قلت نازل فكوا لجام مره واحد داري حياته ان شاء الله.